قالك صحاب الحساسيه انت دابا باش دقوا البرا، انا كنتنفخ كندق برا ديال البيليسيرين كنتنفخ، مشيت دفوا مشيت للانعاش ديال محمد الخامس، ودابا قالت لي واحد السيده في بلاصه الجلبه دخلي ندقوا لك البرا وسقيت تحت من عينيا عندنا، ولا مات انا هاد البنيته شكون غيهزها؟ ها شكون هاد البنت غيكون هي عندي عندي خوها اخر شكون ها شمن ضامن انا غير كنولد كنمشي للكلينيك باش كنخلص فلوسي والطبيب عارفنا عندي انا تك رابور باش انك تشد دفعي انت تبدا تدقي البرا عندي حساسيه ماشي غير حاسه ندير كزيما عندي في الدات ديالي عندي غير الحساسيه قلت لك ديال بيس عندي اللي كندق انا فقط ودابا تقول لي اجي دخلي دخلي عندنا وتبقاي تحت فينا اش من عينيا كاينه في السبيطار ديال المخزن انا مع عمري ولدت ولا دخلت سبيطار المخزن سبيطار المخزن فيه شي عينيا وقالت لي دخلي وقالت لي ولا ما تاختي شكون يزيد الوليدات انا من عرض الوليدات زعما زعما شي حوايج كتشوفيهم لا ولا كندخلوا غير البنكة قالت لك الناس اللي جيبي لنا ورقه انك كوم كورا قلت لي انا مريضه قال لي لا ما نعرفوش حنا كنعرفوا حنا كنا عارفين حنا جواز التلقيح حنا واك النوبلو قالوا لا حق قال بغيتي تلقحي اللقاح ماشي ماشي اجباري دابا ولاو بحال هكا ملي كتدخلي البنكة اذا كيكون اجباري واختي غنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل هاد الناس زعما لا اله الا الله محمد رسول الله هادشي اللي غنقول لك اختي شكرا اليوم كنشاركوا في هذه الوقفه اليوم ديال التلقيح وديال جواز التلقيح اولا حنا ماشي ضد التلقيح انا تنقولوا بلادنا ما يلقح ولا ما يلقحش هذه كتبقى حريه شخصيه ولكن الا رجعنا للدستور انه في الفصل 20 كيعطينا الحق في الحياه وفي الفصل 23 الحريات العامه ما يمكنش اليوم تفرض عليا انا ندير جواز التلقيح باش ندخل الحمام وندخل الوطيل هذه كتنافى مع الحريات الدوليه والمواثيق العامه والحقوق والحريات اليوم حنا كنقولوا لوزير الصحه والسيد رئيس الحكومه اليوم لك تجي بغيتي تخدم حنا معاك كفعاليات جمعويه وحقوقيه واعلاميه حنا معاك ولكن ما تجيبش لنا السلطويه نبداو بالسلطويه وترد لنا العهد البصري اليوم في هذه الوقفه هذه شنا بالضبط انه العهد البصري رجع باش انا نجي واحد معايا ياكل العصا وهاد الدم كما كتشوفوه ديال هذا وضربني هنا مخزني بزرواطه راه هذا العهد البصري اذا هذا استعمار جديد استعمار بالراس الماليه اليوم ملي كنديروا المقارنه اون باغاليل بانه جواز التلقيح مع زياده في المواد الاستهلاكيه زياده في الدجاج زياده في السكر زياده في اتاي زياده في المواد الاستهلاكيه واليوم والرفع من الضريبه والمواطن اليوم خلاص ديالو باقي خلاص عادي كيفاش ديروا له مقارنه عطوني سيدي 10000 درهم ودير الضريبه باش بغيتي ما عنديش انا مشكل ولكن باش تجي وانك تزيد عليا في المواد الغذائيه وتفرض عليا جواز الصفاء جواز التلقيح هادشي ما ترفضوش وحنا تنقولوا واحد القضيه حنا ما كنخافوا حتى شي واحد حنا مع القانون ولكن اليوم لك تكون السلطويه حنا غنزلوا للشارع حنا كنشوفوا دابا الحمد لله الشعب المغربي معاه وعاب الحقوق ديالو ودابا الشعب المغربي ماشي ضد شي حاجه اللي كتصلح ليه حنا لجأ التلقيح صالح لنا علاش غادي نرفضوه ولكن نظرا للاضرار اللي صابت الناس يعني كل نهار كتسمع حوايج اللي واقعه دري تشلال بنت طاع عليها الشعر ديالها مرات تشلات يعني الانسان من حقه يتخوف ثانيا الجسد ديالي حريتي ما يمكنش هي منظمه الصحه العالميه ما تحملهاش المسؤوليه وانت كتحملني انا المسؤوليه كتقول لي ولدك مشي للمدرسه جي وقع حتى تحمل مسؤوليته ملي الدوله هي ما قادرهش تحمل المسؤوليه ديال طفل اللي هو كيقرا كيفاش غنتحملها انا يعني بزاف الناس اللي وقعوا لهم اعراض والاولاد ديالهم تشلوا كاين اللي مات ليه الاب ديالو كاين اللي مات الاخ ديالو ولكن شنو هي الضمانات اللي كاين عطيونا ضمانات وحنا ماشي ضد التلقيح وعطيونا خرجوا للشعب وتحاوروا معاه تحاوروا معاه وقنعوه وفسروا ليه وجيبوا له علماء بيولوجيين ما تجيبوا شي اطباء لان الطب لا علاقه بعالم بيولوجي هاد اللقاحات كاين علماء بيولوجيين عندنا علماء اكفاء في البلاد ولكن حتى واحد ما تصنت لهم حتى واحد ما سمع الصوت ديالهم يعني كتجيب لنا وزير الصحه براسه ماشي اهل الاختصاص لان اللقاح اختصاص العلماء البيولوجيين خرجوا للشعب جيبوا لي علماء بيولوجيين في المنابر الاعلاميه ديالكم في المنابر الاعلاميه ديالكم مثلا في التلفازه المغربيه وفي الدوزه جيبوا لنا عالم بيولوجي يفسر الناس يوضح لهم حنا انا بالنسبه لي علاش ما غنلقحش كون يعني صالحه لي الجلبه ولكن هذا انا خفت انا لحد الان ما جالبش انا وما جالبش الزوجه ديالي وما جالبينش الابناء ديالي علاش لانني خايف لان هادشي كيوقع كل نهار كنسمع حادث يوميا والحمد لله هاد الصحافه الرقميه هي اللي كتقول الصراحه هي اللي كتجيب الحقيقه اما الاعلام المغربي لا علاقه يعني كاين التضليل
كاين تضليل الرأي العام، كاين تضليل بصفة عامة في 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 الإعلام المغربي، كاين تضليل. الصحة تخرج لينا بواحد التوضيح، أنا داير فاكسان، داير الجرعة الأولى ودير الجرعة الثانية، على أساس أننا غنوصلوا للمناعة الجماعية وغنرجعوا للحياة الطبيعية ديالنا. المهم وزير الصحة خرج قال لك لا حقا داك جواز التلقيح من بعد ما غادو 6 شهور غيولي لاغي، يعني خصك دير الجرعة الثالثة، وحنا الجرعة الثالثة بغاو ينقلوها من الناس ديال برا، الناس ديال برا داروا ديك الجرعة الثالثة للناس اللي عندهم المناعة ضعيفة والناس اللي مرض والناس الكبار في السن، خافوا على مصلحة الشعب ديالهم، حنا ما كنداواوش ما موفرين لنا حتى أبسط ظروف العيش، أنا بغي أنا مرضت ولا الوالدة ديالي مرضات ولا جداتي ولا الوالد ديالي مرض غيمشي للسبيطار عمومي ما عندناش، غيمشي للسبيطار عمومي ما غيداواش، كيفاش أنت غادي تقنعني تقول لي أنا اللي غنطبق عليك الجرعة الثالثة باش نحمي الصحة ديالك وما كيخربوا، خصك تصنطوا المواطن وخص الصوت الشعبي يسمع، وأي واحد دير فاكسان ولا ما دايرش فاكسان خصك يخرج ويدوي على الحق ديالو، الإضراب راه حق دستوري، هما كيقولوا في ديك الهضرة غير في ديك التلفازة وملي كتخرج كتاكل العصا، يعني كاين واحد شوية ديال التناقض والله ينصر سيدنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.